فوائد ترشيد الكهرباء. تعتبر الكهرباء من مصادر الطاقة غير المتجددة، ولذا يجب الحرص في استهلاكها. توليد الكهرباء يكلف الدول مبالغ مادية كبيرة، لذا فإن ترشيد الاستهلاك ثقافة وطنية تعم فوائدها على الجميع. من أهم معايير قياس التطور الثقافي للشعوب هو التزامها بالحفاظ على مواردها والترشيد في استهلاكها. الطاقة أمانة في أعناق أجيالنا نحو المستقبل. فوائد ترشيد الكهرباء الرئيسية: تقليل قيمة فواتير الكهرباء لدى المواطنين، مما يوفر لهم مبالغ إضافية لمصاريف أخرى تخدم العائلة العراقية. الحفاظ على البيئة، تنمية اقتصاد الدولة وتوفير مبالغ إضافية لقطاعات أخرى. توفير مبالغ كبيرة لتطوير وتحديث وتنمية قطاع الكهرباء. تقليل ساعات قطع الكهرباء بسبب زيادة الاستهلاك والأحمال. التقليل من استهلاك الطاقة الساندة لتوليد الكهرباء كالوقود وغيرها. ضمان عدالة توزيع الخدمة بين جميع المواطنين. وأخيراً عزيز المواطن، لكهرباء 24 ساعة، الحل في الترشيد لتوفير الراحة.